صباح الخير لكل المشاهدين، ان شاء الله صباحكم يكون بلش بطريقه كثير منيحه. انا بدي اقول لكم انه نحن مقسمين بركي لثلاث اقسام، اول قسم بينطر فقره ورك اوت، ثاني قسم بينطر فقره ورك اوت بس ما بيتمرن مع ورك اوت، بضله قاعد على الكاوتش، قسم ثالث ما بينطر ورك اوت ولا بينطر الايف ولا بيتمرن لا مع ورك اوت ولا غير ورك اوت. شغلتي انا الاساسيه انه اول فئتين كون جرب عم بركز عليهم كثير، لانه اذا كان بدكم بس ستيب وحده لتكونوا بعاد عن التمرين الرياضي تبعكم او عن الجيم تبعكم، بركي اقرب الجيم او حتى الجيم بعيد عليكم، الجيم يلي انتم بترتاحوا له او حتى حيلا جنينه حتكون، حيلا طريق، حيلا كورنيش حتكون تقدروا تنزل تعمل رياضه، هون بحس انا شغلتي بتجي كثير مفيده لانه بعطيكم هذه البوش الصغيره وبعطيكم هذه الستيب الصغيره. الفئه الثالثه انا بقول لها انه حتى لو ما بتحب الرياضه، اليوم في الواحد يعمل ادابتيشن ويعمل انفستمنت ويحط اذا بدكم مثل شو كيف بنحط مصاري بالبنك بس نعمل انفستمنت ونحط شويه رياضه برصيد صحتنا، لانه بالنهايه مع مرور سنوات مع مرور السنوات رح نحس انه صحتنا عم تتراجع لورا، خاصه اذا كنا بنعيش لايف ستايل منه صحيح خلال سنوات كثير طويله من عمرنا، رح نوصل لمحل ورح نفوت شوي مثل ما بقول نحن بالحيط. مشان هيك تداركوا الموقف شوي، شويه رياضه ما بتضركم، بتساعدكم بس على المستوى الجسدي وعلى المستوى الفكري. ومين بقول هذا الشيء؟ مش انا، مش امين ديب اللي عم بقول هذا الشيء، العلم والساينس بقول انه اليوم العلاقه اساسيه وكثير كثير كثير ضروريه ما بين العقل والجسم تبعنا، وهدول الشغلتين ما فيهم يشتغلوا الا ما يكونوا متلاحمين مع بعض. مشان هيك رح بلش انا اليوم حلقتنا اللي هي بتحكي عن عضلات الصدر وعضلات الكور، رح اعطي حركتين لعضلات الكور تقدروا تقووا فيها كمان منطقه الوسط بجسمكم. رح بلش مع اول صوره اللي هي بتحكي عن البيكتوراليس ميجر وعن البيكتوراليس ماينر. انا بهمني كثير بس فرجيكم العضلات واللوكيشن تبعهم لتعرفوا عن اي منطقه عم نشتغل ونفهم التمرين تبعنا. لما نفهم التمرين تبعنا هون الحصول على نتائج اللي حتكون طريقه اسهل. شوفوا البيكتوراليس ماينر كيف هو متداخل تحت البيكتوراليس ميجر، يعني بكل بساطه المنطقه الفيجوال اللي لكم يلي بنقشعها بعينينا بمنطقه الصدر هي البيكتوراليس ميجر، والمنطقه الهيدن او المخفيه تحت البيكتوراليس ميجر وهي البارت الاصغر بيكتوراليس ماينر. بنتقل على الصوره الثانيه يلي هي بتحكي عن عضلات الكور وتحديدا هون عضلات المعده، لانه انا بالمجمل اذا بدي احكي عضلات الكور بحكي كمان عضلات بالظهر وعضلات بالصدر، فمشان هيك اليوم لما احكي كور بحكي من اسفل الرقبه لاسفل البطن من الميل الاماميه ومن اسفل الظهر لنص الظهر من الميل الخلفيه. هيدي المنطقه كثير بتساعدني انها تكون عم تعمل حمايه تامه للسباين تبعيتي لسلسله الظهر تبعيتي. رح انا بلش تمرين وارجع بلش، ولما اقول انا عضلات الصدر يعني بدي اياكم تعرفوا انه لما نوقف هيك ونعمل نحن شيء بوشينج واي لقدام ندفو الشيء لقدام بكل بساطه، هون اللي لازم تعرفوا انه عضلات الصدر عم بيعملوا كونتراكشن وعم بيشتغلوا. بالعكس لما احكي تكون هون عم تشتغل العضله ك اجونست وراها انتاجونست بتكون العضله عم تعمل ريليس، لما اعمل بولينج لعند الجسم بهالطريقه بكون تغير الوضع، هلا عضلات الظهر عم بيشتغلوا وعضلات الصدر هن عم بيعملوا ريليس، وهيدا المنطق يلي بيشتغل فيه العضلات المتقابله مع بعض، انا بدي اياكم تكونوا كثير عم بتركزوا عليه. مثل العاده رح بلش بنوع من انواع البوش ابس. البوش اب هي من اهم الحركات يلي بتساعدني حسن البوستشر تبعيتي، حسن وضعيه الجسم تبعيتي، خاصه للناس اللي كتافهم لقدام يلي ظهره مش مزبوط. لما اعمل انا اذا بدكم برون بوزيشن اوقف بيع البوش اب وادي حركات كثير عضلات عم تتفاعل لتساعدني ظبط البوستشر تبعيتي، لكن 10 مرات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بوقف على مهله. بنتقل كمان لحركه لعضلات الصدر. لما اكون عم بعمل بوش اب عضلات المعده وعضلات الكور بالمجمل كمان عم بيشتغلوا، فمشان هيك لازم كتير ركز عند اداء هالحركه لانه عده عضلات بكونوا عم يتفاعلوا سوا. خليني نام على ظهري على مهلي واتذكر انه دائما بوضعيه سوباين بوزيشن انا ومستلقي على ظهري على فتنس بول او على بنش او على ستيب اذا بدكم، رقبتي انا عم بشتغل ما لازم تكون لفوق، لازم تكون انا حاططها على الاداه اللي عم بشتغل عليها. وان ارم دمبل بريس تشست بريس اكيد، ثلاثة معدة دايما مشدودة من هون، أربعة
خمسة ستة سبعة على مهال سرعة معتدلة ميلة للبطء ثمانية تسعة عشرة two more to go واحد واثنين. بجرب ما أكون عشوائي أثناء تأدية الحركة، كتير منتبه على وضعية جسمي وعلى الطريقة اللي عم أدي فيها. تذكروا posture versus execution. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة معدي مشدودة عشرة two more one and two and two perfect. لهوني بنتقل لحركة تانية. هلأ على مهلي بعمل، بنتبه كتير أنا عم بشتغل على الفتنس بول وخاصة بالبانسينج إفكت اللي بتتميز فيها. رح انتقل هلأ على فلور مات، استعمل كمان فتنس بول ولكن 55 سنتيمتر. زيح الدمبل على جنب لتكون السبيس تبعيتي واضحة، ومن هون رح اعمل رول لقدام. انا عم بستعمل فتنس بول، لازم تكون معدتي دائما مشدوده، ما لازم اعمل هايبر ارشنج بظهري ولا لازم اكون عامل كيرف لقدام. حتى لو انا بوضعيه بلش فيها بالبوزيشن تبعيتي من ركابه، لازم اكون اكيد وضعيه جسم بالابر بادي تبعي سليمه. لكن من هون بعمل رول لقدام وبرجع لورا، بشد المعده انا عم بشتغل الحركه. That's two. That's three. Four. Five. رح ارجع عيد هالحركة ولكن رح اعملها بعد شوي بالويل، بالويل اللي هي بتكون اصعب بكتير to handle. That's five. Six. Seven. Eight, two more to go. Nine and ten, and one more. بحافظ على وضعية جسمي. Perfect. بياخد نفس من هون. نفس عميق. وبفضي بنتقل لحركة تانية دائما. برجع بعمل clearance للمنطقة تبعيتي هون. دائما لازم انتبه إنه في شيء اسمه gym hazard. لما أحكي عن gym hazard هو الأخطاء البسيطة اللي بعملها بالجيم ممكن تسبب لي إصابة، مثل لما مثلا ادعس على دمبل والدمبل ما تكون بمكان المظبوط. عشان هيك دائما حتى لو كنت أنا عم بتمرن بالجيم مش عندي بالبيت، بعمل دائما كليرنس للدمبلز اللي اشتغل فيهم، وهدول من نوع من إذا بدكم الكورتسي تريننج، يعني من الأتكس اللي لازم نتبعها بالجيم. حتى لو بالجيم في حدا بينظف أو بشيل الدمبلز والبليتس، كل شغل أنا اشتغلت فيه لازم أرجع أرده لمحله. هذا بارت من إذا بدكم الأتكس أو الجيم سافوار فيفر. بتعرفوا وين ما نروح بالدنيا لازم يكون في عنا أتكس. من هون بثبت وضعية جسمي، معدتي مشدودة دايما. هيدي الستارت بوزيشن تبعيتي من هون، دقني عالي، دقني مش هيك. and I count واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. I go for five more. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وضعية جسمي very solid، كتير كتير كونكريت. ليش؟ لأنه ماني واقف هون وبحس إني أنا عم بشتغل out of balance. إجري واحدة لبرا واحدة لجوا، لازم يكون في سيمتري كتير بالطريقة اللي عم بشتغل فيها. يعني كابس أنا على رؤوس أصابيعي من هون، ليش؟ ماني هيك على رؤوس أصابيعي لأعطي مجال من كعب إجري لتحت لفوق كون مسيطر على الحركة قد ما فيي. سو لازم اللور بادي كمان يتفاعل مع الجسم، لانه انا عم بعمل حركه انا على اجري، ام ستاندينج على اجري. مشان هيك لازم تكون الحركه فيري سوليد، جسمي كثير كومباكت عم بادي الحركه بلا ما اكون
متضعضع او حاسس حالي ما عم بقدر اشتغل بطريقه صحيحه. على الستيب كأن بنش، بتعرفوا لما نكون عم نشتغل على التشست ما بدي انه اضغط عنه، لازم نشتغل على انكلاين بوزيشن، ديكلاين بوزيشن، فلات بوزيشن، نشتغل على فتنس بول هي انبالانس اكيد السيرفس، والسيرفس تبعت البول لانه انبالانس ما لنا ثابته على الارض، لازم نعود بكل تمرين بنعمله نختبر كل الامور لنقدر العضله تاخذ مداها وتشتغل بطريقه صحيحه. ما عندنا كل الادوات نحن هون على الهواء، بس نعطي الاشياء يلي فينا نشتغلها. مستلقي هلا بسو بوينت بوزيشن على ظهري، بس بتعرفوا يلي عنده ويل للتمرين، يلي عنده اراده للتمرين بتكون هي عم تربح بالنهايه. الاراده بالتمرين هي اللي بتربح. ان تشست دمبل فلايز كمان 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I go for 5 more. 1 كوع شوي مطعوشين، 2 3 4 و 5 بيرفكت. لكل هلا يلي عم بقدوا الحركات اثناء الحلقه مباشره، هلا انتم ما عم تشوفوني على الهواء، جربوا قد ما فيكم كونوا مثل ما قلت لكم فيري كومباكت، يعني لما نكون عم ننفذ الحركه نكون قد ما فينا فكرنا متجانس مع الحركه اللي عم بقديها. اليوم هيدا الشيء بيعطيني تركيز كثير قوي، تركيز كثير قوي بخليني أدي الحركه ب 100% accuracy، او اني اكون كثير دقيق وكثير صايب بالحركه اللي عم بعملها. كل ما انا اكون مركز، كل ما عم صيب مزبوط الحركه اللي بدي اياها، ام تارجتنج الاكسرسايز بطريقه كثير صحيحه، النتائج بالاخر الريزلتس رح يكونوا كمان كثير سوليد. مشان هيك رح اروح هلا على الويل، تقريبا نفس الحركه اللي اشتغلتها للكور. الحركه هي ما بتتناسب مع الكل، ليش؟ لانها اتس ان ادفانسد اكسرسايز، فينا نعملها نحن واقفين على اجرينا اللي هي التيميت بتكون كثير ادفانس، او فينا نعملها على ركبنا مثل ما عملها هلا. وهذا نوع من الموديفيكيشن يلي بحكي عنه دائما، نعمل موديفيكيشن للحركه لنخفف من قوتها، كمان بنعمل موديفيكيشن للحركه كرمال نزيد من قوتها. وبكل بساطه فينا نختار الحركه اللي بنعملها مودريت موديفيكيشن بتكون هي بتتناسب مع كل شخص منا. رح اعمله هون انا، رح اشتغل للكور وللمعده اكيد، بس مش بس عضلات المعده هون عم بيشتغلوا، chest and back عم بيشتغلوا لما اكون انا كمان عم بيشتغل بالويل. Let's go. That's one. That's two. Three. Four. Five. Six. Seven. Should mat منيح. Eight. Two more. Nine. بخدع على الآخر لجوا. And ten. Perfect. مثل ما قلت لكم الحركة صعبة ولكن تأديتها كثير منيحة. لكن على الويل رحت ببرون بوزيشن، ام غانا تويست ات، ام غانا تيرن ات، رح ابرم هلا على ظهري، ارجع سير بسوبين بوزيشن. لما سير انا على ظهري رح اشتغل بركي اكثر حركه كومن واكثر حركه كلاسيك اللي هي دمبل بريس او تشست دمبل بريس على مهلي. بنتبه دائما انا عم بقعد وانا عم بوقف بكل حركه عم بقوم فيها بالجيم. Start position من هون. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 1 2 3 4 and 5. Perfect. من supine position بنتقل مباشرة لهون، بساعد حالي بإجري لأوقف، بنتقل لهون دغري كرمال فرج الحركة اللي هي very regular. حط الدمبل حدي لأنه رح أرجع استعملها. من هون بطلع بالبوزيشن، بعمل لها موديفيكيشن لتصير أصعب إذا بدي، بعمل لها موديفيكيشن لتصير أهين. أنا رح دلني هون بالنص وعد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. على مهلي بوقف، بياخد نفس عميق، وبفضي بلم الدمبل، بنتقل لعند زميلتي رولا. هاي رولا. يعطيك العافيه امين. اساليني ليش حامل الدمبل بايدي؟ ليش حامله بايدك؟ انه بلشنا فيها من 4 سنين ونص. لكي كيف صارت من هون هيك تورند وكذا وعم بتهيك، عرفتي؟ عدت يعني ضاينت 4 سنين ونص. لا بس مش هيك، اشخاص اجوا راحوا على البرنامج وبعدها الدمبل مثل ما هي. اكزاكتلي. انا بس بدي اقول للعالم انه اللي بيفكروا انه لازم يتمرنوا بس باشياء فانسي او يروحوا على فانسي جيم يكون كثير غالي ويكون انه كل شيء بيلمع فيه، بقول لهم انه مش هذا الهدف. الواحد حلو يكون بيتمرن بدمبل هيك شوي تورن بس يكون قلبه كثير قوي كثير حديدي. بتعرف اهم الرياضيين اللي مرقوا عبر التاريخ اذا سالوا لما سالوهم بفضلوا يتمرنوا بمكان له رمزيه لهم، ودائما هو النادي او الجيم او المكان اللي كانوا يتمرنوا فيه اول ما بلشوا طريقهم صحيح. الرياضيين. انا عم جرب اقوله قد ما فيي انه اليوم كثير كثير بهمني العالم يكونوا، لما نحكي عن روح رياضيه، لما نحكي عن اراده حديديه بالتمرين، اليوم هذه شغله كثير مهمه. مش مهم بالدمبل يلي بتتمرنوا فيها، ايد اللي كامشتها رح ارجع، مش المهم الدمبل يلي بيتمرنوا فيها، المهم القلب يلي بيكونوا حاملينه لما يروحوا على الجيم، فهيدا اهم شيء. انت مش بس ايدك حديديه، قلبك حديدي وكمان فيه حنيه كثير امين. بعرف عم بتحضر لحدث رياضي كثير كبير، ما بدنا نذكر اسمه ولكن اعطينا شويه تفاصيل عن التحضيرات. صحيح. انا رح كون انا مع 2 of my best friends رح نروح على امريكا، رح يكون عندنا ريس كثير مهم، فبكره بنحكي عنه بالتفصيل اكيد، بس رح يكون حدث رياضي عالمي كثير حلو، صار لي زمان انا سنين بدي اشترك فيه، هلا صار لي الشانس اقدر اشترك فيه، فنبقى بنحكي عنه بالتفصيل. حلو كثير، نحن ناطرين كل تفاصيل هالنشاط الرياضي. بعرف انت ما بتأثر ابدا ان كانت نشاطات رياضيه، واكيد دائما بيعود ريعه كمان لجمعيات خيريه او لاشخاص محتاجين، فبنتمنى لك كل التوفيق بكل النشاطات الرياضيه، واكيد بدنا نستقبلك ببرنامجنا حتى نحكي عنهم. يلا ان شاء الله. بعد البريك مشاهدينا، فاميلي ودور الاب بمختلف مراحل حياه ولد. انطرونا.